السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواننا جميعا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الله تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. شيئا فشيئا إخواننا الكرام، تظهر دلائل سبحانه وتعالى يهيئ حتى نكشف لكم كذب الدجال، الزمن، الدينار، الكذاب والمحترف الأول بالكذب والتبلي والبهتان على جميع الناس، ليس علي فقط أنا. يقول عني أنه أنا من أتكلم في هذا الفيديو، أنا كنت أحد تلاميذته، صاحب قناة كشف الكنوز كان أحد تلاميذتي في 2018 وتمرد علي وإخذ مني المعلومات عم بروح ببيعها، يعني عم بصنع من معلوماته الأخونا بالله وأروح أبيع. الحمد لله رب العالمين. بعد ما نزلت الفيديو الأول كتبت على الصورة: من هذا يا أخوانا اللي بيعرف كرمال الله أطلكم من هذا يدن عليه. فظهر الشخص الأساسي الأخ سمير، ومشكور جدا جدا، تواصل معي وعلق وبعث هذا الفيديو نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة كشف الكنوز. أخواني الكرام، أنا أدعى سمير بصبوص، قال عني زمن جميل إني صاحب قناة كشف الكنوز. يا ريت والله، بتمنى أكون صاحب قناة كشف الكنوز. سجل فيديو هذا 2018، كنت عم واجه فيه كلام للزمن، كنت بالفعل أحد متابعينه وتركت يعني صراحة. حاليا انا عم تابع قناة كشف الكنوز، امبارح بالصدفة شاف الفيديو، عم يقول مين هاد؟ انا جاوبت الاخ صاحب القناة استاذ احمد، انسان طيب، اني متابع عنده وحبيت التوضيح للاخوة. انا سمير بصبوص، لست صاحب قناة كشف الكنوز، انا متابعين صاحب القناة. تحياتي لكم جميع. نعم اخواني، استمعنا وإياكم من الأخ سمير، مشكور جدا والله يعطيك العافية. إخواني الكرام، المستغرب أنه شلون في ناس صدقت، يعني في فرق في الصوت واضح بيني وبين الأخ، يعني كيف في ناس أنه خلص بس قال زمن الدجال أنه هذا أنا، يعني خلص، يعني في فرق في الصوت واضح جدا، يعني لا أحد يستطيع مميز، يعني ليس أنه الصوت قريب. على كل حال إن شاء الله راح نكتشف لسه أشياء وأشياء عن كذب هذا الدجال. تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.